السلام عليكم اخوتي، معكم اخوكم سابريكو في لعبة جديدة مينيون ماسترز. هذه اللعبة اتتني هدية من اخي فهد من السعودية، اشكره جزيل الشكر على هذه المبادرة واقول له شكرا 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 جزيلا لانك اعطيت لي فرصة لاجرب لعبة من ستيم. شكرا شكرا جزيلا. وهي لعبة صراحة عجبتني كثيرا، هي لعبة بكل بساطة لعبة مبارزة بالوحوش، حيث أن هذا الذي ترونه هنا هو سيد الوحوش الذي سيتركهم في الحلبة ليبارزوا. هذه اللعبة قضيت معها قرابة الساعة لكي أفهمها، وهي لعبة صراحة جد 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 رائعة. وأعيد شكري لك يا أخ فهد، والله مبادرة رائعة جدا، شكرا جزيلا. لنبدأ اللعبة لنرى ماذا لدي. لدي هدية، حسنا سأرى ما الوحش الذي سيخرج لي. ما هذه؟ Your reward Helen Fireball. أوكي، لقد ربحت تعويذة مزالة أخرى، تعويذة لزيادة دم وحوشي. لنرى. أوكي. الذي سأربحه أخر. ما هذا؟ وحش جديد، وحش هاتش فروم إيج أند إكسبلود. حسنا، وحش منتحر، هذا ما أفهم، وحش انتحاري يتفجر عند الوحوش. حسنا يا أوكي، لنبدأ استعراض لنريكم اللعبة. دقيقة، قد جاء. حسنا، لا أظن أن أحتاجهم في مجموعتي، سأراهم مرة أخرى. هنا أختار سيد الوحوش، وكل سيد له مهارة. في بادئ الأمر بدأت بهذا. أفضل شخصية عندي هو هذا، لأنه يضرب الوحوش المعادية له، ويستطيع أن يضرب الوحوش في ميدان عدوه. وهذا لديه ضرر هائل، سألعب به هو. أقوم باستدعاء الخماس، وبعدها سأستدعي سليمة الذي أيوة، وبعدها سأستدعي الزومبي سأستدعيه هنا. سنان، بعدها سأستدعي المفجر سأدعمه إلى هنا. مات في زوج. فيلق الصواعق. نار. استدعي التنين الان. اسف جدا انا عارف ان اللعبة باينة ثقيلة شوي، متطلبات جهازي ليست بالواسعة. هي قناص سل أسلو. كمان سومبي سلو. انتقام. حسنا، سأستدعي العملاق. حسنا، بعدها سأستدعي كليفر الشيطان. حسنا، لا سأستدعي هذه أولا. نار نار نار. حسنا، سأستدعي
تلفت الصاعقة. هيا 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 هيا. وبعدها سيكون لي نار. ايوه وبعدها هيا 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 هيا. يلا سليمة. هيا 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 هيا. استدعي الزومبي. تقوم بهذا الحاجز الناري. هذه احد قدرات الخاصة لسيد الوحوش. هذا دمي وهذا دم خصمي. حسنا استدعي الشيطان. روح القناص. القناص فرقة. شخصية قوية. يقضوا علي. أحسنتم مفجر. اثنين الزومبي. هيا هيا. سأدع الحاجز لوقت آخر. سأستدعي هذا. أوه الحاجز الحاجز. لن يمر أحد. لن يمر أحد. موت 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 موت. أخذ نجم. أحسنت نيزك. فرقة القناص و أبلة سميرة و ماذا 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 تنين. ميزة هذا التنين أنه يمكنه تخطي البيادق الأرضية، حيث أن البيادق الأرضية لا يمكنها أن تهاجم الوحوش الجوية. نعم. لا 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 خمسة بعيد. نعم. سأرسل لك هذا النيزك. اوكي. هزمناه. هذا كان استعراض بسيط للعبة. شكرا لك اخي فهد مرة اخرى. حسنا ماذا لدينا؟ وحوش جديدة. هذه اللعبة يمكنك ان تلعبها لوحدك او مع اصدقاء. شكرا مجددا اخي فهد على هذه التجربة الرائعة، واشكرك جزيل الشكر. والله لساني عاجز عن شكرك يا اخي، لساني عاجز. حسنا كان هذا السرد بسيط للعبة مينيون ماسترز. كان معكم اخوكم صبريكو. في امان الله. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.